السلام عليكم. سلام عليكم مصطفى. اتفضل. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. السؤال الاولاني اللي عايزه حضرتك يا شيخ، هل يجوز الحلف بكلام الله على المصحف؟ يجوز عند فريق من العلماء على أن القرآن كلام الله، وتجوز عفوا ويجوز الحلف بصفات الله وعزتك لا غنى بي عن بركتك.